إلى قطاع آخر، أكد أبو جمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية اليوم بميناء الجزائر على خلفية اقتناء السفينة الجديدة تيم جاد، أكد أن أسطول النقل البحري بالجزائر سيتدعم ب 23 سفينة نقل بحري، وهذا لتغطية الضعف الموجود في قطاع النقل البحري، خاصة وأن هذا القطاع لا يغطي إلا ما يقارب 3% من السلع المنقولة. هو انطلق يعني تجديد هذا الاسطول، وسنقتني هذا 23 باخرة من غير شك، ولكن غير كافي، لأنه السلع والواردات وكل شيء هذا، الاسطول الجزائري ينقل حاليا 2.5 او 3%، والبرنامج تعزيز باش على المدى المتوسط يعني قبل 2019 نوصل الى 30%. ولتدعيم عملية النقل البحري سيتم إنشاء شركات نقل جديدة لضمان نقل المنتجات من وإلى الجزائر عن طريق الجزائريين فقط. يعني المجمع النقل البحري مع شركات أكنان ماد وأكنان نور وشركات الأخرى اللي احنا نخلقها ستكون في المستوى باش على الأقل على مدة 15 أو 20 سنة السلع اللي تجي للجزائر تنقل عن طرف ناقلين جزائريين.